الحديث 21 وحديث طويل، يعني عسى الله أن ييسر نهاءه على عجل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قلنا يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة يذكر أصحابه دوما بالآخرة، وبالتالي كانت أسئلتهم عن الآخرة، عن الجنة، عن النار، عن الصراط، عن كثيرة، لأن قلوبهم تعلقت هناك. وفيه دلالة أيضا أنه كان مستقرا عند الصحابة أن الله لا يرى في الدنيا، إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. أصلا الله لا يمكن رؤيته في الدنيا جل وعلا، إنما يرى في الآخرة. فهم يسألون: يا رسول الله، هل نرى ربنا في الآخرة؟ قال: نعم. وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيه سحاب؟ هل تضارون في رؤية الشمس إذا كانت صحوا؟ قلنا: لا. قلنا: لا. كأنه يقول صلى الله عليه وسلم: سأعطيكم أشياء في الدنيا رؤيتها واضحة جدا، لما يكون الجو صحو في الليل، ما في سحاب ولا غبار ولا كدر، ولا تستطيعون ترون القمر. تضارون يعني هل تتضامون وتتزاحمون، وقيل معنى هل تضارون أي من الضير وهو الخلاف، يعني هل تختلفون في رؤية القمر؟ مثل مثلا قالوا: لا ضير، يعني لا خلاف، إنا إلى ربنا منقلبون. لا ضير يعني لا خلاف، ويقولها الناس: لا ضير في ذلك، يعني لا خلاف في ذلك. فهل تضارون يعني هل تختلفون، لما كلكم ترون القمر واضحا ليس فيه سحاب ولا كدر ولا غبار، الجميع ما يختلف، يقولون هذا قمر. هل تضارون في رؤية الشمس صحو؟ قالوا: لا، ما نختلف، كلنا نستطيع أن نرى الشمس، ولا يحتاج أن نتضار، أن نتزاحم لرؤيتها. الشمس عالية والأرض واسعة، كل واحد لو يقف على بعد 20 كيلو استطاع أن يراها، ما يحتاج نتزاحم لنراها. قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. ثم قال، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بعد ذلك أحوال القيامة. في هذا الحديث طبعا إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة، كم مرة يرونه وما هي أول مرة يرونه سنذكرها بعد قليل إن شاء الله. فيه أيضا استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للأمثلة التي يفهمها الناس، وهذا يا جماعة واضح. أنت لما تريد أن تضرب مثالا، اضرب مثالا يفهمه من أمامك. يعني واحد مثلا يريد أن يضرب مثالا، مثلا يتكلم عن يتكلم مع أقوام مثلا بعيدين عن ثقافة الجزيرة العربية، فيقول لهم مثلا: يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الطعام إليه الثريد. قالوا له: وش الثريد؟ قال: القرصان. هم ما يعرفون القرصان. قالوا: وش القرصان؟ قال: يعني يجيبون المقرصة ويحطون عليها البر ويقرصونه، يقرصونه بعدين يعبطونه بالمرق ويأكلونه. إيش يعبطونه ويأكلونه ومرقه؟ هم لا يفهمون ذلك. أعطهم مثالا يستوعبونه اللي أمامك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد يضرب مثال، يضرب مثال من واقع الشخص اللي أمامه. أقبل إليه رجل من البادية، قال: يا رسول الله، إن امرأتي جاءت بغلام أسود. كأن عليه الصلاة والسلام، كأن الرجل يشكك في شرف امرأته، أنا أبيض وهي بيضة، كيف طلع أسود؟ كأنه يشكك أنه يعني قد وطئها رجل أسود وصار الشبه له. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب له مثالا على وجود الجينات في الإنسان والأشباه من الأجداد، وينظر إلى الرجل. هذا ما يصلح نعطيه مثالا على النخل والتمر، لأنه ما هو من أهل المدينة، فهو بيئته ليست بيئة تمر، حتى أقول له تمرة صفرة وتمرة حمرة وكذا، ليس من البيئة. فقال له: هل عندك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: فيها حمر وبيض. قال: هل فيها أورق، يعني فيه حمرة على سواد؟ قال: نعم. قال: فمن أين جاءه؟ إذا الناقة بيضة والبعير أبيض، كيف طلع هذا بلون ثالث، بلون آخر، كيف؟ قال: لعله نزعه عرق، يمكن واحد من أجداد الناقة أو البعير كان أسود وبعدين بقي هذا فيه حتى نزعه عرق، نزعه شبه. فقال صلى الله عليه وسلم: وكذلك ولدك، لعله نزعه عرق.
يمكن واحد من أجدادك أو واحد من أجداد الأم أسود وصار الشبه لذلك الجد. ولذلك ترى بعض الناس أحيانا في شبه يختلف عن إخوانه، تسأل لب تقول يا أخي هذا يختلف عن عيالك، قال لي أنا أصلا جدة والدتي مثلا من البلد الفلاني، فلا نستغرب أنه طلع الشبه للبلد الفلاني، نزعه عرق. فيضرب المثال على الشيء اللي يفهمونه. فلما قال يا رسول الله هل نرى ربنا، ضرب لهم صلى الله عليه وسلم أمثلة يعيشونها، القمر اللي ترونه، ما ضرب لهم مثالا يفهمه البعض ولا يفهمه الآخر. كذلك لما أراد يضرب للصحابة مثل قال أخبروني عن شجرة من الشجر مثلها مثل المؤمن لا يعضد لا يتساقط ورقها، وجعل لهم يصفها له. الصحابة اختلفوا ما هي يا رسول الله، حتى قال هي النخلة، فضرب لهم مثالا على شيء يعيشونه. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم، ثم بدأ يفصل أحوال يوم القيامة. قال ينادي مناد، يعني إذا اجتمع الآن كأن الصحابة قالوا طيب كيف نرى ربنا يوم القيامة، متى نراه، فبدأ يفصل لهم قصة يوم القيامة. قال ينادي مناد، إذا جمع الله الأولين والآخرين، ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون. والخلق يعني بشكل وعدد كبير جدا بين يدي الله، فيقول الله ليذهب أو يقال يوم القيامة ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، يكون هناك صليب يجتمعون عند الصليب، احنا نعبد هالصليب، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، اللي يعبدون بوذا يرون بوذا هناك يروحون عند بوذا، اللي يعبدون البقر يرون لهم بقرة يذهبون إليه، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم. طيب تفرقوا، اللي يعبدون البقر ذهبوا عند البقر، اللي يعبدون الفئران ذهبوا، اللي يعبدون نخلة أو شجرة معينة ذهبوا، اللي يعبدون ضريح معين ومثل لهم ذلك الضريح، حتى تفرقوا ذهب أعداد كبيرة منهم ولا بقي إلا عدد يسير. قال وذهب أصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، يذهبون مع صليبهم يتعبون يتبعونه حتى يسقط بهم في النار، وكذلك غيره من المعبودات كما قال الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله إيش حصب جهنم أنتم لها واردون، فهم يريدونها. قال حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، اللي ما عبد غير الله، يعني واحد ربما وقع في المعاصي والكبائر لكنه ما صرف عبادة لغير الله، ما سجد لصنم ولا عبد بقرة ولا هذا، ما أعبد إلا أنت يا ربي، صحيح أنا مقصر بس أنا ما أعبد إلا أنت. حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب، غبرات يعني قلائل من أهل الكتاب، وتعلمون أن أهل الكتاب منهم موحدون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني قلائل اللي بقوا على التوحيد، اللي بقوا مثل ورقة بن نوفل مثلا مضت معنا قصته، الذين كانوا عندهم مثل النجاشي لما يعني كان موحدا ثم دخل في الإسلام أيضا، فيبقى غبرات يعني قلائل. قال ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، يراها الناس من بعيد كأنها سراب، السراب هو كمثل الماء المجتمع من بعيد. فقال لليهود ما كنتم تعبدون، قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله، فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون، إيش تشتهون، ماذا تطلبون؟ طيب ليش ما مثل الله تعالى لليهود عزيرا؟ ليش؟ لأنهم عبدوه بالباطل وهو لا يرضى بذلك، بخلاف الصليب جماد، بخلاف البقر حيوان، بخلاف الأضرحة وغيره، لكن هذا نبي من الأنبياء ولا يعني ولا يقف لهم ويتبعونه حتى يعذب معهم، لا، فهم يبحثون، اللي يعبدون عزير يبحثون، أنت يا ربي قلت ليتبع كل يوم ما كانوا كل قوم ما كانوا يعبدون، عزير ما هو موجود حتى نتبعه، فيسألهم
يقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقالوا كذبتم، يعني الله لم يتخذ ولدا، كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا عطشنا ربنا نريد أن تسقينا. فيقال ألا تريدون؟ اشربوا. فينظرون إلى النار يظنونها ماء فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحتم بعضها بعضا فيتساقطون في جهنم. ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون نريد أن تسقينا. فيقال اشربوا فيتساقطون، يعني يمضون إلى النار إلى السراب ذلك اللي ظنونه ماء ويتساقطون فيه حتى يبقى. الآن خلاص اليهود والنصارى طلعوا، الغبارات طلعوا، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر. فيقال لهم ما يحبسكم؟ ماذا تنتظرون وقد ذهب الناس؟ فيقولون فارقنا الناس في الدنيا ونحن أحوج منا إليه اليوم وأفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. يعني إحنا كنا في الدنيا نحتاج للناس ونحتاج إلى إقامة علاقات معهم، ولأجل أننا مسلمون كنا نفارقهم، ما نعبد معكم كذا، ما نفعل كذا، نتبعهم اليوم. إذا كنا في الدنيا محتاجينهم ولا تبعناهم، اليوم ونحن مستغنون عنهم نتبع اليهود والنصارى؟ وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وإنما ننتظر ربنا الذي نعبد. قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم. هم في أول الحشر المؤمنون أول ما يحشرون يرون الله فيعرفون صورته، وقيل إنهم عرفوا الله بصفاته التي وصف بها نفسه، فإن الله تعالى وصف لنا نفسه جل وعلا، وصف لنا نفسه أن له يدان سبحانه وتعالى تليق بجلاله وعظمته، أن له عينان تليق بجلاله وعظمته جل وعلا، أنه سبحانه وتعالى عظيم الجمال جل في علاه. عندنا صفات نعرفها من وصف الله جل وعلا لنفسه لنا، فيأتيهم الله في غير الصفات التي يعرفونها فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا؟ لا نشرك بالله شيئا، لا نشرك بالله شيئا، لا نشرك بالله شيئا. ويسكت الناس فلا يكلمه إلا الأنبياء. فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونها؟ فيقولون الساق، الأنبياء اللي يتكلمون، احنا بيننا وبين ربنا علامة، هؤلاء أنبياء عندهم علم، الساق. وقد نبأ الله الأنبياء بهذه الصفات، فيكشف الله عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. يصبح فقرات الظهر بدل ما تنثني ما يستطيع ينثني، كلما أراد يسجد سقط على وجهه. ثم يؤتى بالجسر يعني الصراط فيجعل بين ظهري جهنم حتى تصل للجنة تعبر هذا الصراط. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة. المكان الدحض هو شديد الانزلاق، كأنك تمشي على طين شديد الانزلاق أو صخور حادة أو كذا. مزلة يعني تزل فيه الأقدام. عليه خطاطيف، الخطاطيف جمع خطاف، وهو مثل الكلاب. الكلاب هو حديدة طويلة في آخرها مثني، العادة القصاب الجزار يعلق فيها اللحم، يكون مثني يحمل اللحم فيها، فهذه تكون يمين ويسار تخطف الناس. وحسكة مفلطحة، الحسكة نوع من الشوك، لها شوكة عقيفاء يعني معوجة معقوفة، تكون بنجد يقال لها السعدان، وفي الحديث الآخر لا يعلم قدر عظمها إلا الله. يعني الصراط في خطاطيف تلتقط الناس وفي شوك وهم يمشون. المؤمن عليها كالطرف، كالطرف يعني
كالعين في سرعة انتقالها، أنا الآن لما أنظر يمين ويسار أنتقل بسرعة، فكذلك المؤمن كالطرف وكالبرق، برق معروف الذي يكون مع المطر أو كذا، وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، الركاب الإبل. طيب ما حال الناس هؤلاء اللي يمشون وفيه شوك وفيه خطاطيف وفيه كلاب، ما حالهم؟ قال فناج مسلم، واحد يقطع الصراط من أول إلى آخر السليم، ما فيه ضربات ولا خدوش ولا وقع، وناج مخدوش أصابه إصابات لكنه سلم، ومكدوس في نار جهنم. يقال تكدست الدواب في سيرها إذا ركب بعضها بعضا من شدة الزحام، كما قال الله يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يدفعون. قال حتى يمر آخرهم يسحب سحبا فيدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم وهو يراها المناظر يقول فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق، قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. الجبار أمنه، هو صلى الله عليه وسلم المؤمنون يمرون وهو يقول يا رب سلم، يناشد الله يا رب احفظهم يا رب سلمهم، ما فيكم أحد يناشد مثل ما أنا أناشد. قال وإذا رأوا أنهم قد نجوا، اللي نجوا وفي ناس وقعوا في النار في إخوانهم يقولون ربنا، المؤمنون اللي نجوا يقولون ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله تعالى اذهبوا ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ويحرم الله صورهم على النار، النار بدأت تأكلهم لكن وجوههم معروفة، فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان، والذرة هو ما يكون مع الغبار يطير، فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا، تعال يا فلان أنت كنت تصلي، تعال يا فلان أنت مقصر لكن تحب الله تعال. قال أبو سعيد فإن لم تصدقون فاقرأوا إن الله لا يغنم مثقال ذرة وإن تكوا حسنة يضاعفها. قال فيشفع النبيون، بعد ما يشفع المؤمنون يشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، إذا شفع الجميع وأخرج من أخرج من النار، فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد انتحشوا، يعني صاروا وعادوا حمما، احترقوا صاروا قطع من كأنها قطع من جمر خلاص سوداء، صاروا حمما، فيلقون في نهر بأفواه الجنة، يحملون ويلقون في نهر في أول الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه. وهم صاروا خلاص مع شدة النار، الواحد إذا احترق الله يعافينا وياكم يصغر جسمه ويتبخر الزيت والدهن اللي فيه والشحم يذوب والحم يصير سبحان الله قطعة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة هو بذر البقول، البقول مثل النعناع والبقدونس وكذا والعشب، ينبت في البراري وفي جوانب السيل غالبا، حميل السيل ما يحمله السيل عادة معه، يشيل بذور يشيل كذا، وهذه أسرع النباتات نبوا، ترى النعناع والبقدونس أسرع النباتات نبوا، فهم ينبتون بسرعة. قال صلى الله عليه وسلم قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة، يصف لهم النبات هذا، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، إذا نبتوا أبيضوا وزانوا، فيجعل في رقابهم الخواتيم، خواتيم ذهب، فيدخلون الجنة. فيقول أهل الجنة إذا رأوهم هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه، لأن أهل الجنة أخذوا ما أخذوا، فيقال كل ما رأيتم في الجنة من نعيم لكم يا من خرجتم من النار ولكم مثله، يعني ضعفه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة ويوفقنا وإياكم إلى ما قرب إليها من قول وعمل. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة